أهلاً بكم أصدقائي في أعرف. هل فكرت ذات مرة في زيارة كندا؟ إذا لم تفكر في ذلك، فاعلم أن الكثير قد فاتك، لأنها تعد واحدة من أكثر الدول المدهشة والفريدة على مستوى دول العالم، فهي تمتلك عادات غريبة وجمالاً فريداً من نوعه، كما أنها تعد الموطن الأصلي للدب القطبي. فدعونا اليوم نتعرف على أكثر الأشياء الغريبة والمميزة في كندا، وأخبرونا في التعليقات ما هو أكثر شيء أعجبكم في كندا. لكن قبل أن نبدأ، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الإشعارات ليصلك كل ما هو جديد من فيديوهاتنا. هل أنت مستعد؟ هيا بنا نبدأ. لقاء الدب القطبي. عندما نستمع إلى أي شخص يتحدث عن دولة كندا، فإن أول ما يأتي إلى أذهاننا هو الدب القطبي، لأنها تعد رسمياً موطنه الأصلي. والمثير في الأمر أنه من الممكن لأي شخص أن يرى الدب القطبي وهو ذاهب إلى عمله في الطريق، وذلك لأنه لا يحتجز أو يقصر وجوده في مكان واحد، بل إنه في كل مكان بكندا. ويرجع السبب في ذلك إلى الاحتباس الحراري الذي تسبب في قلة طعامهم، وجعلهم يتجولون في كل الأرجاء للبحث عن الطعام. وقد استغلت الدولة هذا الأمر في صالحها، وأرادت جذب السياح إليها لرؤية الدببة بشكل مباشر وعن قرب. إصدار بطاقات خاصة بالسلوك الحسن من قبل رجال الشرطة. في الوقت الذي يسعى فيها معظم الأشخاص في العالم إلى تجنب المساءلة القانونية لكي لا يتم القبض عليهم، يعشق السكان الكنديون اقتراب رجال الشرطة منهم ووجودهم في أي مكان يحضرون فيه، وذلك لأن الشرطة هناك تخصص بطاقات مميزة تمنحها لأصحاب السلوك الحسن والجيد ليستفيدوا بها في شراء منتجات أو الترفيه عن أنفسهم أو حتى دخول صالات السينما. وتحرص الحكومة على ذلك من أجل تشجيع السكان على الاستمرار في فعل السلوكيات الإيجابية والمفيدة. شارع يونغ أطول شارع بالعالم. تخيل أنك تسير في شارع يبلغ طوله 1178 ميلاً، فهذا أشبه بطريق السكك الحديدية وليس شارع يسير به الناس، ولكنك الآن في كندا فلا يجب عليك أن تتعجب من شيء. فهذا هو شارع يونغ الذي يصنف رسمياً كأطول شارع في العالم، ويربط هذا الشارع بحيرة أونتاريو ببحيرة سيمكو، ويتضمن شارع يونغ على مجمع تجاري ضخم يجذب الآلاف إليه كل يوم. صنع عملة معدنية ضخمة من الذهب تساوي مليون دولار. تسعى دولة كندا إلى تحقيق عدد كبير من الأرقام القياسية في مجالات متنوعة لكي تصبح أكثر تميزاً، ولذلك استطاعت في سنة 2007 أن تصنع عملة معدنية ضخمة جداً من الذهب تساوي مليون دولار، حيث يبلغ وزنها 100 كيلوغرام من الذهب الخالص، وهذا ما يساوي تقريباً مليون دولار. وقد تم صنع 6 عملات فقط، من بينهم عملة معروضة في المتحف الكندي، و5 عملات تم بيعهم لرجال أثرياء للغاية. وقد سجلت موسوعة جينيس العملة رسمياً كأكبر عملة معدنية في العالم. مدينة كيبيك القديمة، المدينة المسورة. إذا كنت ترغب بشدة في السفر عبر الزمن ولا تستطيع فعل ذلك، فيمكنك زيارة مدينة كيبيك القديمة في كندا، فقد تم تأسيسها منذ 400 سنة، وهي مليئة بآثار ومعالم تاريخية في كل مكان. فإذا كنت من محبي زيارة المعالم التاريخية، يمكنك أن تقضي إجازتك في مدينة كيبيك، إضافة إلى أنها تتمتع بجمال رائع ورقي وأجواء رومانسية وهادئة لن تجدها في أي مكان آخر. الجدير بالذكر أنها تعد ثاني أكبر مدينة في كندا بعد مدينة مونتريال، وهي تعد المدينة الوحيدة المسورة في أمريكا الشمالية بالكامل. أقل درجة حرارة مسجلة على كوكب الأرض. إذا كنت على وشك زيارة لدولة كندا، فيجب عليك أن تجهز خزانة ملابسك بالكامل، لأن الشتاء هناك
قارص البرودة، كما أنها تشتمل على بعض المناطق التي من الممكن لأي شيء أن يتجمد فيها. فعلى سبيل المثال، في سنان تاهو ويوكن تم تسجيل درجة حرارة 63 درجة تحت الصفر، وهي تصنف رسمياً كأقل درجة حرارة وصل إليها مكان مأهول بالسكان بالعالم. وقد صرح بعض السكان المحليين أنهم كانوا يلاحظوا أنفاسهم تخرج منهم على هيئة تراب أبيض من شدة البرودة. أطول أفعى رباط في العالم. لقد ذكرنا من قبل أن الدب القطبي يظهر في كل مكان بكندا في الآونة الأخيرة، ولكننا لم نذكر شيئاً عن أفعى الرباط التي تعشق اللهو والتجول في أرجاء كندا. فإذا لم تكن تعرف، فإن مدينة مانيتوبا تمتلئ بثعابين الرباط بشكل مخيف جداً، وهي بالمناسبة ثعابين أليفة غير ضارة تماماً بالإنسان، لذلك تتم تربيتها في تلك المدينة دون أي مشكلة، ويتعايش معها السكان بشكل طبيعي جداً. ويرجع السبب في كثرة ظهور هذا النوع من الثعابين في مانيتوبا إلى رغبتهم جميعاً في التزاوج، فيتخذون هذا المكان كمركز رئيسي للقائهم جميعاً وتزاوجهم. أصغر سجن في العالم. يتعامل معظم دول العالم مع المجرمين بشدة وحزم لا مثيل لهم، ولكن في كندا يختلف الأمر بعض الشيء، إذ أن الشرطة تخصص سجناً صغيراً جداً في الحجم للجرائم البسيطة ليكون فيها العقاب مخفف على المجرم، حيث تبلغ مساحة هذا السجن 4 أمتار في 8 أمتار تقريباً. ولكنه بالرغم من صغر حجمه إلا أنه مؤسس بشكل متين جداً لكي لا يستطيع أي مجرم الهروب منه، وهو يشتمل على زنزانتين وغرفة صغيرة للضابط المشرف. سجن الدببة القطبية الوحيد في العالم. لا تمتلك كندا سجناً للمجرمين فقط، بل وإنها تخصص سجناً للدببة القطبية أيضاً، وهذا أمر طبيعي لأنها تعد عاصمة الدببة القطبية، ومن الوارد جداً أن تحدث حوادث خطيرة من بعض الدببة على السكان المحليين، فيتم إرسال الدببة التي تشكل خطورة على السكان هنالك إلى السجن. ويشتمل هذا السجن على 28 زنزانة مخصصة لعزل الدببة تماماً وإعادة تأهيلها مرة أخرى للخروج إلى عالمها الطبيعي، وهم يتبعون هناك نظاماً حرمهم من الطعام كعقاباً لهم. ولكن لا تقلق كثيراً، لأن طبيعة الدببة هو الاعتياد على الشعور بالجوع لقلة فرص عثورهم على الطعام. وبعد أن يقضي الدب المذنب فترة عقوبته أو تأهيله كما يصح التعبير، يعود مرة أخرى إلى بيئته الطبيعية. الأوز العدواني. تبدو الطيور من نوعية الأوز والبط والدجاج أليفة وغير مضرة تماماً للإنسان، ولذلك يسعى المزارعون إلى تربيتها للاستفادة من لحومها، ولكن فصيلة الأوز الموجودة في كندا مختلفة تماماً عن الأوز العادي لأنها تتسم بالسلوك العدواني الشديد. فإذا قابلتهم ذات مرة في طريقك بكندا، يجب عليك أن تبتعد عنهم قدر المستطاع، لأنهم إذا رأوك وشعروا بأي نوع من التهديد من ناحيتك لن يتركوك إلا بعد الهجوم عليك وعضك. لوحة الرخصة المصممة على هيئة الدب القطبي. في كندا يعشق السكان المحليون الدببة القطبية بشكل كبير جداً، بدرجة أنهم يحاولون تحويل كل شيء إلى هيئة الدببة، ومن ضمن هذه الأشياء لوحة الرخصة للسيارات، ولا يمكنك أن تجد لوحة ترخيص بهذا الشكل إلا في كندا. يكثر استخدامها في المناطق الشمالية الشرقية بالدولة، وقد تم البدء في صنعها منذ أعوام السبعينيات، وما زال السكان المحليون يستخدمونها حتى الآن. شراب القيقب المركز من شجرة القيقب الفريدة. تشتهر دولة كندا بنبات القيقب بشكل كبير، إذ يمكنك أن تجد أوراق تلك الشجرة في كل مكان بها، لذلك فيتم استخدام شراب هذه الشجرة في صنع الأطعمة اللذيذة والحساءات المختلفة، هذا إلى جانب أنهم يقومون بتصدير هذا الشراب المركز، إذ يستخدمه العالم أجمع في صنع الحلوى وتزيينها بطعام لذيذ وشكل مثير للشهية. ويتمركز وجود هذا النوع من الأشجار في مدينة كيبك القديمة، إذ أنها تشتمل على 77% من شجر القيقب على مستوى العالم.
أتمنى أن يكون الفيديو قد أعجبكم. أخبرونا في التعليقات أي شيء أدهشكم أكثر في كندا. أراكم في الفيديو القادم. إلى اللقاء.